ما هو الهايبرد؟ الهايبرد هو مزيج من مكونين مختلفين، مثل هذه الدراجة المزدوجة يقودها شخصان مختلفان، أوقات يعملان معا وفي أوقات أخرى يعملان بصورة منفصلة، حيث يشارك الاثنان في تحريك الدراجة للأمام. سيارات الهايبرد تعمل على نفس المبدأ، تتألف من مصدرين للطاقة، محرك بنزين وموتور كهربائي يعملان منفصلان أو سويا لتحريك السيارة للأمام. تويوتا هي الأولى في العالم لتنتج بشكل شامل سيارات الهايبرد في سنة 1997، مغيرة بذلك عالم صناعة السيارات وبيعها لأكثر من 12 مليون سيارة هايبرد. سيارات تويوتا الهايبرد لها فوائد خمس: قوة أكثر، استهلاك وقود أقل وبذلك كلفة أقل، انبعاثات غازية أقل، تجربة ممتعة، وهدوء. استهلاك وقود أقل مع سيارات تويوتا الهايبرد: السيارات التقليدية تعمل فقط على الوقود لتصل إلى وجهتها، سيارات تويوتا الهايبرد تستعمل المحرك والموتور، فيعني ذلك استهلاك أقل للوقود. عند انتظارك في ازدحام مروري، السيارات التقليدية تستهلك وقود عند التوقف أو السير، لكن سيارة تويوتا الهايبرد لن تستهلك وقوداً عندما تستخدم الموتور، حتى لو كان مكيف الهواء شغالاً. انبعاثات غازية أقل مع تويوتا الهايبرد: بما أنه سيارات تويوتا الهايبرد تستهلك وقوداً أقل، الانبعاثات الغازية بدورها تكون أقل بكثير، وبذلك فإن سيارات تويوتا الهايبرد تعتبر صديقة للبيئة. تجربة ممتعة مع سيارات تويوتا الهايبرد: بما أنه سيارات تويوتا الهايبرد تستعمل الأفضل من المحرك والموتور، فيمكن للسائق التمتع بسياقة وتعجيل سلسين وطاقة أعلى. سياقة هادية مع سيارات تويوتا الهايبرد عكس المحرك، الموتور الخاص بالهايبرد صامت تماما، لهذا فإن سيارات تويوتا الهايبرد تكون أهدأ وسياقتها تكون ممتعة أكثر وذات تجربة فاخرة. كيف تعمل سيارات الهايبرد؟ سيارات تويوتا الهايبرد تتكون من أربعة أجزاء أساسية: محرك الوقود، الموتور الكهربائي، البطارية، ووحدة السيطرة على الطاقة والتي توزع الطاقة لتنتج أقصى قدر من الكفاءة. سيارات تويوتا الهايبرد يمكنها أن تستعمل المحرك فقط أو الموتور فقط أو الاثنين معا حسب حركة السيارة. سيارات تويوتا الهايبرد لا تتطلب توصيلها لنقطة شحن كهربائية، حيث يقوم المحرك تلقائيا بشحن البطارية أثناء عمله. هنا نرى كيف يعمل المحرك والموتور معا لضمان تجربة قيادة ممتازة. لنبدأ عند توقف السيارة. المحرك والموتور يتوقفان عن العمل في حين تستأنف البطارية عملها لتوفير طاقة للسيارة، هذا يقلل من الوقود المستهلك والطاقة الضائعة أثناء الوقوف أو التسكع. عندما تكون سرعة السيارة بطيئة، الهايبرد تستخدم الموتور عند التشغيل والانطلاق البطيء، حيث يمكن للموتور توفير الطاقة اللازمة والعزم المطلوب لإنتاج تعجيل سلس واستجابة سريعة. عند تحرك السيارة بسرعة ثابتة، المحرك يعمل في تحريك السيارة وشحن البطارية في نفس الوقت، وهذا يقلل من الطاقة الضائعة. عند تسارع السيارة، المحرك والموتور يعملان معا لتوفير طاقة أعلى، وبذلك الحصول على تعجيل ممتاز مساوي بقوته لسيارة ذات محرك أكبر. عند الضغط على المكابح أو التباطؤ، الطاقة الحركية للسيارة تدير الإطارات وبدورها تشحن البطارية. تملك سيارات تويوتا الهايبرد قدرة عالية مع ميزة توفير الوقود والطاقة. سيارات تويوتا الهايبرد هي أمينة ولا تتطلب توصيلها بنقاط كهربائية للشحن. لا يوجد فرق بين صيانتها أو صيانة السيارات التقليدية حتى بالكلفة، وتستخدم نفس الوقود الذي تستخدمه السيارات التقليدية. يوجد لدى تويوتا العراق الآن طرازين لسيارات الهايبرد: البريوس والكامري. جميع سيارات تويوتا تأتي مع ضمان 3 سنوات أو 100,000 كيلومتر أيهما يأتي أولا. بطارية الهايبرد أيضا تأتي مع ضمان 8 سنوات أو 160,000 كيلومتر أيهما يأتي أولا. تويوتا، قيادة بكل ثقة.